هاي جامرز، اهلا بيكم، معكم محمود من ايزي نيوتك. عدى شهرين من 2021 ومحدش حس بيهم. جايز مارس يقدم لنا حاجه ما نقدرش ننساها. في الفيديو ده بقى هنستعرض معاكم اهم العاب شهر مارس. نبدا باول لعبه معانا وهي مونستر هانتر رايز. الجزء ده هينزل للسويتش بس. غريبه دي، خصوصا ان الجزء اللي فات اللي عجب الفانز بتوع السلسله وقدر كمان انه يجذب ناس جديده ويعرفها على السلسله نزل على كل الاجهزه. بس اللي خلينا نعديها ونقول ماشي اوكي ان اللعبه اتعرفت ولمعت قوي زمان على نينتندو 3DS، فجمهور النينتندو هو الاقرب ليها. المطورين بقى في الجزء ده شكلهم استفادوا من بعض الحاجات اللي اتقدمت في مونستر هانتر وورلد واللي الناس اشتكت منها، وشكله كده هيقدم تجربه جامده جدا على السويتش. وطبعا اللعبه ممكن تلعبها مع الناس وتصطادوا الوحوش سوا، ساعتها المتعه بتزيد. اللعبه هتنزل في 26 مارس. معنا بعد كده لعبة الزومبي الممتعة تابز ذا زومبي. اللعبة دي مش جديدة خالص، بالعكس دي نزلت سنة 2005 او 2006، بس هتنزل تاني بنفس شكلها القديم على البي اس 4 والاكس بوكس والبي سي والسويتش. اللعبة ممتعة قوي وهتخليك تتغاضى عن شكلها القديم ده، خصوصا انها من 2005 او 2006. كان نفسنا اللعبة دي ينزل لها ريميك ويحسن الجرافيكس بتاعها، بس مادام نزلت تاني يبقى اللعبة مش منسية وممكن نشوف جزء جديد منها في المستقبل. انت بتلعب بدور زومبي في اللعبة دي وبتستخدم قدراته الممتعة قوي. اللعبة فكرتها شبيهة شوية بلعبة ديستروي اول هيومنز اللي نزل لها الريميك وكان شكله روعه كده. المهم ستاب ذا زومبي هتنزل في 16 مارس لكل الاجهزه. Welcome to this wonderful world of wonder. معنا بعد كده اللعبه الشقيه الممتعه بيلين وندر وورلد. اللعبه شكلها خفيف وملونه، شكلها لعبه موجهه للاطفال بس لازم تجربها، خصوصا انها اكشن بلاتفورمر ومغامرات. ممكن تكون شبه ليتل بيج بلانيت او كراش او سبايرو، النوعيه دي عارف انت اللي بتلاقيك بتجري فيها وبتضرب وبتلم الجو ده. اللعبه دي هتنزل في 26 مارس على كل الاجهزه. ومعنا اللعبة اللي بعد كده وهي ياكوزا لايك دراجون او زي التنين. هتلعب فيها بواحد من عائلة ياكوزا بس مكحرت حبتين ولسه خارج من السجن بعد 18 سنة في جريمة هو ما عملهاش، وعايز طبعا ينكش في الماضي ويعرف مين اللي عمل فيه كده ويرجع حياته مرة تانية. اللعبة المرة دي مختلفة شوية بسبب ان فيها عناصر RPG وده جديد عن السلسلة، بس اللعبة لسه بجوهرها محتفظة بهويتها. اللعبة نزلت طبعا كحصرية مؤقتة للإكس بوكس سيريس إكس وإس، وبعد 4 أشهر في 2 مارس نزلت البي إس 5. اللعبة لازم تجربها لو أنت من الناس المحظوظين اللي قدروا يجيبوا البي إس 5. ندخل بقى على اللعبة اللي بعد كده كينا بريدج أوف سبيريتس. لعبة الأكشن والمغامرات اللي هتحارب فيها الشر وهتنقذ الدباديب الجميلة دي في العالم الخيالي ده. اللعبة دي لفتت نظرنا من أول عرض شفناه فيها بسبب شكلها الحلو جدا اللي بيلمع ومناظرها الخلابة دي. اللي احنا عارفينه انها هتنزل في مارس بس امتى بالظبط مش عارفين، ممكن يحصل تأجيلات بسبب ان مفيش يوم محدد. احنا مش عايزين اللعبه تنزل في اسرع وقت، اهم حاجه انها تنزل بجوده العروض اللي بنشوفها، بس هتبقى حاجه حلوه لو قدروا يعملوا كل ده وينزلوها الشهر ده. ومعانا اخر لعبه It Takes Two. اللي شد انتباهنا للعبه دي ان الناس اللي عملوها هم نفس الناس اللي عملوا Way Out، فاكرينها اللعبه اللي بتحاول فيها تهرب من السجن واللي بتعتمد اعتماد كلي على اللعبه التعاوني، كانت معموله حلوه قوي. المره دي استوديو هيز لايت بيقدم لنا ايت تيكس 2 اللي شكلها هتكون على نفس المنوال. اللعبه بتتكلم عن واحد ومراته اللي اتحولوا بشكل سحري لعرايس او دمن، وطبعا اللعبه بتعتمد في الاساس على التعاون بين الشخصيتين. قليل لما بنشوف حاجه زي دي في الالعاب من ناحيه التيم وورك والالعاب التعاونيه والعاب الشاشه المنفصله بشكل عام، وشكلها هتكون تجربه ممتعه. اللعبه هتنزل في 26 مارس. وبكده كنت قلت لكم اهم العاب شهر مارس، ولو في لعبه منتظرنا ومش موجوده في الفيديو يا ريت تقولوا لنا تحت في الكومنتات. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك المتين بتاعك بقى يا معلم لان ده فعلا بيدعمنا، وما تنساش تعمل شير عشان تشارك الفيديو مع اصحابك وتعرفهم على العاب الشهر ده. ولو عايز تعرف اكتر عن عالم الالعاب مش محتاج اقول لك ان انت فعلا في المكان المناسب. شكرا للمتابعه واهلا بكم في ايزي نيوتك.